السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في قناتكم قناة خبير سكور ماتش، في تحدي الخبير تحدي الأساطير في المقابلة التونسية التي جمعت بين الأخ فراس مساكني والأخ أسامة جليلة. أتمنى من كل مشاهدينا الاشتراك في القناة، عمل لايك للفيديو وتفعيل الجرس. على بركة الله تنطلق المقابلة قانون المواجهة والمنافسة، تلعب مباراتين ذهاب وإياب، مجموع الأهداف يحدد الفائز. هذه المقابلة الأولى نشاهدها الآن بين اللاعبين. تمرر على الجهة اليمنى للأخ أسامة، أسامة مقطوعة منه، يسترجعها فراس وهي هجمة مرتدة، يجب أن تبدأ عن طريق البوشر الموجود. راح البوشر، راح الصياد، راح الصياد، راح الصياد، راح الصياد، ممكن أول هدف مقابلة. فيه صابر، فيه صابر، وجول. واحد مقابل صفر، واحد مقابل صفر لصالح الأخ فراس المساكني. كلا اللاعبين يلعبون بطريقه ممتازه. قرر اللاعبين القادمين في تونس والقادرين والمحترمين جدا انه كلاهما يلعبون بدون خطه 5 3 2 و 3 5 2. الاخ اسامه جليل يلعب بخطه 5 2 1 2 بينه. الهدف الاول، با با با، تمريره ممتازه ممتازه لابو بكر، يفتتح بها باب التسجيل لاسامه. الان نتيجه 1 مقابل 1. بينما الاخ فراس مساكني يلعب بخطه 4 3 3. الكره عنده الان، مرر لفواجور في الجهه اليسرى، تمريره الان للاخ راح صابر، راح صابر، ممتاز. يا 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 يا، كانت قوية شوي وما تأخر صابر، كان ممكن يسجل الهدف الثاني لولا تدخل الحارس. الكرة عند الآن الأخ أسامة لمرها في الجهة اليمنى عن طريق الزيمة، اللاعب المتألق بعيدة 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 على صابر، بعيدة على صابر يا أسامة، أبعد. يستغل باتريزيو الموقف ويعيد الكرة المرة ناحية سيرنا، ناحية إريكسون، مقطوعة بالخطأ، مقطوعة يتحصل على مخالفة. الكرة عنده ناحية من الهامر بطيء لكنه يحصل على الكرة، الهامر يعيدها مباشرة ناحية حارسه. مقابلة أخوية، كلا اللاعبين يعرفون بعضهم جيدا، يلعبون من أجل المتعة والاستفادة. تبادل الكرة وتبادل يعني الضحك بينهم دليل على انه فيه روح رياضيه عاليه بين الطرفين. وفيه صياد يا فراس، الكره عنده ناحيه البيلدوزر ماتشوموتو، ماتشوموتو مررها ناحيه اللاعب اللي هو مقطوعه منه، يتحصل عليها اسامه جليله. الكره عنده، هجمه مرتده، في لاعبين سريعين في الهجوم، كل من الصياد وابو بكر. راح ابو بكر وحده، ابو بكر وحده، ابو بكر اول ثاني اهداف، ممكن الهدف الثاني ابو بكر. جول، اثنين مقابل واحد، تمريرات ممتازة. أسامة جليلة يفوز في المقابلة الأولى باثنين مقابل واحد ضد أباتشي. الحساب الذي يلعب به الأخ أسامة أو الأخ فراس مسكني. الكرة الآن عند أسامة جليلة عن طريق الجهة اليسرى، عن طريق البروتكتور يمرر في العمق. ماذا يفعل؟ ما فيش مخالفة، يغير مباشرة الاتجاه ناحية البيلدوزر ماتشوموتو لمررها في الجهة اليمنى ناحية الزيمة. ماذا يفعل الزيمة؟ يغير مباشرة الكرة ناحية اللاعب واللي مر ناحية البروتكتور، البروتكتور في الجهة اليسرى يبحث عن سرعة كل من صابر وأبو بكر. تمريرة في العمق ناحية أبو بكر، بعيدة عليها بعيدة عليها بعيدة عليها، كثير بعيدة هذه أسامة. الكرة عن طريق برتيني، في هجمة مرتدة عن طريق فيها الكوموندو، الكوموندو مرة مباشرة ناحية باتريزيو، باتريزيو مرة في الجهة اليسرى عن طريق الجارد، الجارد يغير مباشرة الكرة للزيما، الزيما للزيما مرة أخرى. يلعب الأسماء مذكورة باللغة الفرنسية وبالتالي أحاول أترجم كل مرة. والكوموندو ناحية الحام، الحام يمرر المدى، فيه صياد، فيه صياد يا فراس، يمرر ناحية الهامر البيلي، هو الهامر، المطرقة، المطرقة بعيد على صابر، بعيد على صابر يا أخ فراس مسكني. الكرة عند الآن بارتيني، بارتيني ناحية من مقطوعة، مقطوعة يسترجعها، يسترجعها الهامر بطريقة ممتازة ومن دون خطأ، رغم أن التدخل كان من خلف. يفضل عدم التمرير للصياد الموجود في القائم الثاني في الجهة اليسرى، فيها الصياد، هذه ضروري تمررها. ماذا تفعل يا أسامة؟ يا فراس مسكني، فراس يعني استحوذ كثير على الكرة، يبحث على توزيع للصياد. فيه صابر، فيه صابر، فيه صابر، راح صابر جدا، وجول، اثنين مقابل اثنين، تعديل النتيجة بين الطرفين. الكرة الآن عند أسامة جليلة، مرة ناحية حارسه لوباز، لوباز مباشرة الجهة اليسرى،
ناحيه البروجيكتور، البروجيكتور اللي لعبوا تمريرات ممتازه ناحيه البروجيكتور مره اخرى، مره ناحيه الجارد، الجارد للهامر، الهامر للبروجيكتور مره اخرى، تمريرات ممتازه، استحواذ ممتاز، ياخذ كل وقت الاخ اسامه، يبحث عن سرعه ابو بكر، ابو بكر، ابو بكر، تمريره ذكيه، تمريره ذكيه لابو بكر، ما يضيعش الكره، يمررها الان غير بساطه الجناح ناحيه الساحر زيما، الساحر راح يمر فعلا تمريره لابو بكر، ممتازه 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 التمريره، ممكن اول هدف المقابله، ممكن الهدف الثاني لاسامه، ضيعها اسامه، صعب ان يوصل عليها الصياد يا اسامه، الكره عند من ماذا يفعل، صعب انك تمررها بذكاء بذكاء بذكاء، بعيد عليه بعيد عليه بعيد عليه ناحيه الموزور، يسترجعها الموزور بعيد على الحامه، يسترجعها المقدم، المقدم يمررها ناحيه الهامر او لابو بكر، يمس كرات كثيره، يمررها ناحيه البروتكتور، البروتكتور السيد في الهجوم، غير التشكيله الاخ اسامه، كل اللعبه غير التشكيله، الكره عن طريق المقدم، المقدم يمررها ناحيه الزيما، الزيما اللاعب الممتاز يغير مباشرة ناحية الهامر، استحواذ ممتاز من الطرفين، تضيع الكرة وتعود إليها عن طريق الهامر اللي يسترجعها، وعن طريق الجارد مرة ناحية البروتكتور، كرة ممتازة ممتازة في وسط الميدان، ياخذ كل وقته الأخ أسامة، يبحث عن سرعة أبو بكر، في لاعبين سريعين في الهجوم، تمريرات ذكية ضايعة 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 عن طريق الجونيور، الجونيور تصطدم بالدفاع وبالهجوم وتعود إليه، يغير ناحية البروتكتور. الأخ فيراس مساكن الكرة عنده الآن، الصياد صعب أنه يوصلها، صعب أنه يوصلها، لكن ضروري تمررها للصياد، ضروري تمررها للصياد، بعيد عليه بعيد عليها، يدخل بيت بوزار ماتشو موتولي إذا ناحية حرسو لوباز. النتيجة لحد الآن تعادل 2-2 بين الطرفين، يلعبون بطريقة ممتازة، نشاهد باقي المقابلة، باقي 10 ثواني 9 ثواني، ممكن جدا نذهب إلى مقابلة ثالثة فاصلة بين الطرفين، الكرة عند الأخ أسامة اللي يبحث عن تسجيل هدف الفوز، الكرة عنده ناحية البيلدوزر، البيلدوزر مرة ناحية زيما، مقطوعة فيها مخالفة، ممكن هدف، ممكن راح نشهد هدف الآن، هدف الفوز لأسامة، الهدف الثالث ممكن ناحية أبو بكر، أبو بكر، أبو بكر ماذا يفعل، يغير وضيعة. تنتهي المقابلة الأولى بنتيجة صعبة، هذه صعبة 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 صعبة، راح صعبة، خذ وقتك يا فراس. نذهب إلى المقابلة الثالثة، الكرة عند البيلدوزر ماتسوموتو اللي مرها مباشرة ناحية أبو بكر، أبو بكر ليفل 9 يسجل الهدف الثالث، ثلاث أهداف كاملة. نذهب الآن نشاهد الهدف الرابع أو هدف التعديل من أسامة جليلة، كانت هذه المقابلة الثالثة كان فيها كثير من أخذ ورد، نشاهد مباشرة الأهداف من دون مشاهدة المباراة كلها، تمريرة ممتازة ناحية باتريزيو، باتريزيو الآن الأخ أسامة كان متفوق ومرر هذه تمريرة خاطئة أو عمدية مش عارف، لكنه هدف فوز أو هدف التعديل لأسامة جليلة عن طريق أبو بكر، والهدف الثالث، ثلاث أهداف بين الطرفين أو أربع أهداف لكل واحد منهما. ضربات الجزاء كانت فيها كثير، نشاهدها الآن، كانت فيها تضييع كثير من كلا الطرفين، كل واحد يعرف منافسه وكل واحد يعرف صديقه، كلاهما ضيع مرتين مرتين أو ثلاثة وذهبوا إلى عدة مواجهات، في الأخير حيفوز لاعب من هالطرفين وما فيش فائز وما فيش منهزم، لأنه المباراة كانت أخوية ممتازة وروح رياضية عالية بين الطرفين. أتمنى كل واحد يشاهد المقابلة يعمل لايك للفيديو، خلاها برا أسامة، تحية كبيرة لأسامة، يعمل لايك اشتراك في القناة. هذا فوز الأخ هيتسوكا في راس المساكني على الأخ أسامة جاء بضربة الترجيح، أتمنى تشرفونا بالاشتراك في القناة، عمل لايك وتفعيل جرس الفيديو أو الجرس من أجل مشاهدة كل ما سنقدمه إن شاء الله في القادم. هذه المقابلة، نلتقي في المقابلات أخرى بين كل من أسامة جليلة واللاعب التونسي اللي تصدر الترتيب، إضافة إلى فراس مساكني أيضا. كان معكم أخوكم الهادي من قناتكم قناة خبير سكور ماتش، السلام.